نفذت القوات المسلحة المصرية إحدى المراحل الرئيسية لتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، والذي تشترك فيه 19 دولة من بينها الولايات المتحدة والسعودية والأردن، وبمراقبة 15 دولة. ويعتبر تدريب النجم الساطع 2023 هو أهم وأكبر التدريبات في الشرق الأوسط، وتنفذ فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 31 من أغسطس الماضي وحتى 14 من سبتمبر الجاري. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، نفذت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 بمشاركة 19 دولة، وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وملاوي والكاميرون وباكستان والهند، ومشاركة 15 دولة بصفة مراقب، وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل وأستراليا. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023. شهدت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها. تضمن النشاط قيام عناصر قوات المظلات للدول المشاركة بالقفز الحر، كما قامت عناصر الاستطلاع والمهندسين العسكريين بالتغلب على الموانع والعبوات الناسفة وتأمين الطرق وخطوط الاقتحام. ونفذت قوات الصاعقة المشاركة عملية تأمين المباني الحيوية، واقتحمت مجموعات القتال الرئيسية مدعومة بالقوات الخاصة لمختلف الدول والشرطة المدنية المصرية البؤرة الإرهابية لتطهيرها والسيطرة عليها. وتم اكتشاف معمل كيميائي بواسطة عناصر الحرب الكيميائية، وتم التعامل معه وتطهير المنطقة المحيطة به. وبنجاح عملية القضاء على العناصر الإرهابية تم دفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين. ونفذت عناصر المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة،
وظهر خلال المرحلة المنفذة مدى ما وصلت إليه القوات من مختلف الدول المشاركة من قدرة على العمل المشترك والتنسيق في تعاون كامل لتحقيق المهام التدريبية المخططة في التوقيتات المحددة. حضر تنفيذ المرحلة اللواء أركان حرب خالد لبيب مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وعدد من قادة القوات المسلحة من مختلف الدول المشاركة بالتدريب، وعدد من الملحقين العسكريين.